GFX Academy. Fill and Stroke Color. دي الأداة بتاعت محور درسنا دلوقتي. عايز أبدأ ألون الحاجات دي كلها وأحط لها خطوط وأظبطها والكلام ده. طبعا أنا عندي الرسم ده عبارة عن 3 layers، زي ما اتعودنا دايما نحط حاجتنا في layers. المهم عندنا 3 layers دلوقتي، وعايز أبدأ أديت في الألوان دي. أنا عايز ألبسهم مثلا دول مثلا أسود، القميص الابيض مفيش مشاكل، وعايز احط له ده، الراجل ده عايز اظهره مثلا، عايز اظهر القميص بتاعه، وعايز اظبط المسائل دي كلها. عامل ايه؟ عندي دلوقتي الباكت دي او الفيل كلر او البنت فيل، ده كله مفيش مشاكل فيه الاسماء دي. عايز اخلي الالوان دي بالاسمر. اوكي، فهروح جاي اعمل اختار ده وده بشيفت وده وده ده كله. اوكي، ودي كمان ودي كمان وايده. ما عادش في حاجة تانية. هو اقول له مثلا هات الفيل كولر دي وادهولي بالاسمر. اوكي، شوف هنا مجرد ما انا كنت مختار وبعدين ضفت في الالوان، فانا بينزل لي على طول اوتوماتيك على الحاجات دي. طب انا مش عايز كده، انا عايز اضيف انا بالفيل كلر واحده واحده. ما تختارش حاجه وبعدين تختار اللون بتاعك وبعدين اختار الفيل كلر، وتعالى على واحده واحده بالشكل ده اهو. والايدين ايه تاني؟ هنا وهنا كده بقى كله بالاسمر. يبقى انا عرفت ازاي اشتغل بالفيل كولر بطريقه بسيطه خالص. طيب عايز ابدا اشتغل على الستروك او لون الخط، اعمل خط هنا على القميص ده، انا ابين له لابس قميص مش كله ابيض كده، الباك جراوند بيضاء والقميص تقريبا شبه الابيض، فانا مش شايف تمام. فعايز اظبط له الموضوع ده ازاي؟ عندي هنا بضغط ضغطة طويلة شوية وبقول له انك بوتل. اوكي، ده اللي بيعمل لي الكالرز. عندي اللون الكالر هنا او لون الخط بتاعي هيبقى بالابيض، انا مش عايزه بالابيض، انا عايزه بالجري ده شوية تمام. وعايز مثلا الحجم بتاعه بيظهر، طبعا انت عارف لما بنختار كل حاجة هنا بتظهر هنا الحجم بتاعه بيبقى واحد. تعال نشوف الحجم ده مناسب ولا اعمل كده. اعتقد ان الحجم كبير شوية، هعمل له دوت 5 اللي هو نص يعني، نخليها اصغر شوية، دوت 25 يعني ربع كده. انا شايف انها من وجهة نظري مناسبة يعني. يبقى انا عملت القميص بتاعه. طيب لو انا جيت، تعالى بقى نرجع كنترول زد عشان ما انساش حاجة. بس لو انا جيت ضغطت هنا وجيت قلت له اعمل لي الاستروك، مش هيعمل. ليه؟ لان انا مختار الشيب، فانا لما اتاكد لازم اتاكد ان انا عايز اعمل استروك على شيب، لازم انا اعمله دي سيلكت او ان انا مش مختاره كده بالشكل ده، وبعمل الاستروك بالطريقه دي. اوكي، عايز ازيد حاجه بسيطه خالص، اعمل لير تانيه واكتب له مثلا فري ليرنز. كده مثلا. اوكي، وبعدين في لاير كمان بعمل له خط لاين تول، وباجي بختار. ها هنشتغل بقى على الدروس اللي احنا خدناها، اي من الكيبورد او هنا، بقول له هات لي اللون ده. اوكي، بقول له اديني الكالر بتاع او اللاين سوري، اقول له لاين كده لاين تمام. ممكن اخلي اللاينز دي ورا ورا ايده اللي ارتحت عشان تبقى باينه بالشكل ده.
لاين، اتاكد من اللون، اللون بتاع اللاين تابع للستروك، نخليه هات اللون ده الاي دروبر اهي. اوكي، يبقى انا عملت حاجه بسيطه زي كده. اتمنى اكون الموضوع ده بالذات خد بالك منه، لان ده هيفيدك قوي قوي في الرسم. طبق كتير، وانا موجود لاي استفسارات. سلام عليكم.